مختلفة روزام. بعدما وصلنا إلى مدينة الحسيمة عبر الطائرة، انتقلنا إلى الفندق المسمى ميركور كويمادو والمطل على الشاطئ الجميل المسمى كويمادو، الذي يعتبر من بين أجمل شواطئ المملكة المغربية. ففرجة ممتعة بإذن الله. الأوتيل زوين وكل شيء، كل شيء زوين، ولكن باش تطلع على رجلك تبقى طالع 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 طالع. وصلت 160 درجة دابا، ونسيت شي درجات لتحت ما حسبتهمش. انا غادي نكمل لكم الحساب حتى نطلع الفوق ونقول لكم المجموع. يلا سيرو، غادي تلفوني على الحساب. تقريبا شي 227 درجة باش تخرج للساحة، وما حسبتش واحد جوج صفوف لتحت، تقريبا نقول لكم شي 250 درجة. ومن بعد ما توصل سيدي تتوصل تترتاح شوية وتتشوف هاد النافورة المائية، تيبان لك واحد سبونج بوب راه تيرقص لهيه. يلا بعد مرتاحين، يلا معايا نديرو شي دويرة في البحر. سير أجنبي على الحسيمة بسبعة كيلومتر. ليلة جي ار تيتوان جاو حتى هنا خداو هادو، دار لهم درابو الكبير جولي بانو. هادي على الليسان سميتها اسلا دي تيرا جزيرة الارض، وهادي على اليمين سميتها اسلا دي مار جزيرة البحر. الضوء عندهم الضوء ديالهم، وغيبعطوش ليهم الضوء عندهم مواسم ويوم خدامين الضوء.
وعلى هذا الحجرة الصغيرة حدا الجزيرة فيها واحد الكنيسة بتعين شافير داخل ديالها فيها شي 10 مخبوط ديال الإسبانيول. هذا العام اللي داز حيدوهم داهم إسبانيا. على اليسار هاد الجبل الكبير، على اليسار هادي هي تمسافات، مو داك الجبل تما وقعت معاها كانت ألوان، ولتحت داك الجبل فين كاين هاديك الغابة في اللخر، بلاص سميتو الحرش تبع تمسافات. هاديك الغابة اللي فوق منها شوية هادي هي بلاص السوانيا. السوانيا هنايا دار أول مرة في المغرب كلوب ميت في 1960-2000، دابا مبقاش راهو انتقلو لأكادير. أخواني وأخواتي، نبين لكم اليوم بأن هذا هو الحد الأقصر في العالم بين دولتين. كما ستعرفوا بأن إسبانيا تحتل مدينتي سبتة ومليليا المغربيتين، وكذلك مجموعة من الجزر بينها هذه الجزيرة اللي شفنا اليوم، التي لها جزء صغير يربطها باليابسة من مسافة ديالو 85 متر، وبالتالي يعتبر الأقصر حد في العالم بين دولتين. أصدقائي متتبعي قناة معرفة المختلفة في الوزام، أشكركم على تتبعكم لهذه الرحلة القصيرة جدا بإقليم الحسيمة، وخاصة في هذا الحد الأقصر في العالم بين دولتين، بين دولة المغربية وإسبانيا. وإلى اللقاء في موضوع آخر بإذن الله.